السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس بتبان الميد بكرة في الله. بسم الله. شابتر 5. شابتر 5 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الانسترومنت فور كولكتنج برايمري داتا. برايمري داتا يعني داتا ما جاتش قبل كده. بجمعها ازاي؟ بجمعها بالكلمة دي، ده يبقى محور الحديث النهاردة. بجمعها في كلمة قوي، كلمة قوي. الكيو دي بتاعت الكويتشنير، الكيو دي بتاعت الكويتشنير اللي هي الاستبيان زي اللي عملناه بتاع الانفلونزا. الاو ده الاوبسرفيشن، ودي اهم واحده. الاو دي اهم واحده، تشوف تقول او دي اهم واحده دي، تمام. الاوبسرفيشن بتاعت الانر فيو، تمام. انر فيو طبعا يعني الناس كلها بتسمع عنهم، انر فيو المحاوره دي، تمام. ده بالنسبه للادوات، هنتكلم عن كل واحد منهم دلوقتي باذن الله. نبدا كده مع بعض بالانسترومنت فور كولكتنج البرايمري الاوبسرفيشن. الاوبسرفيشن دي عندنا مين انسترومنت فور ريكوردنج اوبسرفيشن. هجمع الاوبسرفيشن ازاي؟ عن طريق 7 حاجات. 1 2 3 4 5 6 7. الخمسه تبان ماشي، تمام. اول حاجه، حاجه اسمها الاوبسرفيشن جايد، دي ام سي كيو. مين الاوبسرفيشن جايد؟ قال لك هو برينتد فورم ويز سبيس تو ريكورد اوبسرفيشن، يعني هو شكل مطبوع بمسافه عشان اسجل ملاحظاتي. وريني صورته كده عشان افهم. بسم الله. هو ده يا سيدي، ده البرنتد فورم اهو، ده الاوبسمو اوبسرفيشن جايد، ده الاوبسرفيشن جايد، تمام تمام اهو. بتسجل ده طبعه في مكان عشان ايه؟ اسجل اللي انا عايز اعمله، تمام. نخش على اللي بعده، الريكوردنج شيت. الريكوردنج شيت او تشيك ليست ده بس يوز او نو كويتشن او تيلز. بكتب حاجات، بكتب حاجات انا اللي بسجلها. طب الفيلد نوتس، الفيلد نوتس دي يعني ملاحظات. فاكر الستيكي نوتس اللي انت بتلزقها وانت بتذاكر؟ في نوتس بقى، نوتس دي بسجل فيها، بسجل فيها طبعا. بتبقى ليست ستراكشر، دي يعني اقل تكوينا. ريكوردد الناريتيف، انا اللي بسجل بايدي كده حاجات انا بكتبها، تمام. ده بالنسبه لي الفيلد نوتس، وده النوع التالت. رابع حاجه، حاجه اسمها الكاتيجورال ريكوردز. لا فاهمني ايه الكاتيجورال ريكوردز دي؟ اه يا سيدي، الكاتيجورال ريكوردز هي دي بعبر عنها. ده ستيت مثلا، حجم العائله كام، الانوال كام، كام اللي هو الانوال دي السنوي، تمام. قصدك ايه بقى؟ قصدك بستخدم كاتيجوريز، فئات كده معينه بتكلم عنها. تو ريكورد اوبسرفيشن، والاوبسرفيشنال ريتنج سكيلز مي بي ريتن. ممكن اكتب وصف او بكتب توضيح للحاجات دي، تمام تمام شفت الارقام مثلا، العيله دي فيها كذا، ياخدوا مرتب كذا، هي دي كاتيجوري ريكورد. انت شفت صورتها، يبقى ده اللي شفنا صورتهم لحد الان. الاوبسرفيشن جايد ودي قلنا بتيجي ام سي كيو، والكاتيجوري ريكوردز برضو دي بتيجي تعتمد على الكاتيجوريز اللي هي اسمها، تمام. والباقيين دول سهلين خالص. اهم حاجه ان ريكوردنج شيت، الشيت بيبقى يس او نو، تمام تمام. الفوتوغرافت بصور، الدروينج برسم عشان برسم حاجه مثلا. عندنا الالكترونيك ريكوردنج انسترومنت، ده جهاز بسجل بيه، بسجل بايه؟ بسجل بشريط او بسجل باي جهاز الكتروني. طب كده انا خلصت الاوبسرفيشن بفضل الله. خش دلوقتي على الانترفيو. قال لك الانترفيو، الانترفيو الانسترومنت اللي انا دي انسترومنت فور ستراكشرد انترفيو. ستراكشرد انترفيو، الانترفيو انواع. الانترفيو في منه ستراكشرد انا مجهز، وفي منه ان ستراكشرد، ان دي علامه النفي، تمام تمام. الاستراكشر ده معتمد على ايه؟ قال لك الاستراكشر معتمد على سكيدجول او سكريبت. سكيدجول دي جدول زمني، وسكريبت انا هسال حاجات معينه وبسال باوبن ريسبونس كويشن. بتحب مديرك؟ مش عارف ايه، قول لنا كده مميزاتك، مش عارف إيه. دي كل اسئله انا مجهزها وبسالها اللي داخل لي، تمام تمام. ده بالنسبه لي الاستراكشرد انترفيو، بس بسال باوبن ريسبونس كويشن، خلي بالك عشان دي بتيجي ام سي كيو. بتحب مديرك؟ مش عارف إيه. انا مجهز الحاجات من دي. ممكن اسال باستبيان، والاستبيان ده بيبقى يس او نو. طب طالما يس او نو انا عارف انت هتقول ايه، يبقى ده كده كلوزد ريسبونس. السؤال مفتوح، ده سؤال مغلق عشان انت هتقول يس او نو، وده بيحصل في الكوتشنير، تمام تمام. امال بقى الانستراكشرد ريفيو، كده انا اتكلمت على حاجه ستراكشرد. بالنسبه بقى للانستراكشرد، الانستراكشرد بكتب بقى، بسجل لك مثلا قول اللي انت عايزه، او بكتب بدون اللي انت بتقوله، تمام. رايت داون ريسبونس، تمام تمام. نخش مع بعض دلوقتي على الكوتشنير. الكوتشنير هنتكلم لما نيجي نتكلم عليها، اللي هو الاستبيان، هنتكلم عليها هتعرفها وبعد كده نقارن ما بينها وبين الانترفيو عشان تبقى عارف احنا هنتكلم دلوقتي. كوتشنير الاستبيان، فاكر اللي احنا خدناه بتاع الانفلونزا؟ هو ده. يبقى ريت ليست اوف كوتش، يعني قائمه من اسئله. تو انسر ويتش ار ريكوردد باي ريسبونس، بتتسجل بواسطه مين؟ المتلقي، اللي هو المستجيب. مين يعني؟ اللي خدوا الاستبيانات. انت كنت هتديها شويه ناس يملوا الموديل اللي بيملوه. الفرق ما بين الانترفيو سكيدجول وما بين الكوتشنير،
قال لك الانترفيو سكيدجول، قال لك الانترفيور مجهز اسك ذا كويشن اند اف نيسيسري ممكن يشرح، لكن انت كنت بتدي للناس يوم الاستبيان او بتشرح لهمش حاجه. تمام اهو اللاي اوت اوف كويشنير شود بي ايزي تو ريد بليزنت تو ايز، والسيكونس اوف كويشن شود بي ايزي تو فولو. يعني كان يسالك هي العدوى الفيروسيه سببها ايه، مش العدوى الفيروسيه، وبعد كده يقول لك هي سببها قصدي فيروس ولا بكتيريا، انت تتوقع ايه، طب جالك كذا، طب انت خدت اللقاح، طب اللقاح المفروض في شهر كام، اسئله متتابعه، وده بتاع كوتشنير. اما في الانترفيو، الانترفيو انا بسال سؤال، ولو في حاجه مثلا عايز اوضحها لك بوضحها لك. تمام تمام اما في الكوتشنير انا بوضح لكش، انا بسيبك تاخده وتملاه كده. انا خلصت مميزتين الحمد لله. نخش دلوقتي مع بعض على حاجه مقارنه ثالثه. قال لك الكوتشنير لو في سؤال حساس او كويتشن ذات ريسبونس مي في الهستنت هيحس انه متردد هيجاوبه، شوت بي بريفيسد باي انتر اكتيف ستيتمنت اكسبليني. يعني لو في سؤال حساس في الكوتشنير لازم اكون حاطط سبب ليه، وكمان بخليه مميز، بخليه مميز، بكتبه بخط كده مميز عشان يعرف ان ده مثلا سؤال حساس وياخد باله والكلام من ده، ولو مش عاوز يجاوبه براحته يعني. تمام هو ده اللي هو عايز يقوله لك هنا. يبقى انت كده عرفت الفرق بين الكوتشنير والانترفيو باذن الله. انت خش دلوقتي مع بعض على التشويس بتوين انت، انت بقى اختار الانترفيو وانت اختار الكوتشنير. هيقوم كاتب لك المقارنه بينهم دلوقتي. قال لك هنقسمهم على حسب كام حاجه، هنقسمهم على حسب ثلاث حاجات، هنقسمهم على حسب النيتشر بتاع الانفستيجيشن انا هتحرى عن ايه، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن التوزيع الجغرافي للناس اللي انا هبحث عنهم، ثالث حاجه التايب اوف ستادي نوع الدراسه اللي انا عايز اعملها اصلا. يبقى دول ثلاث حاجات ده بنقسم على اساس او على اساسهم بنختار انا هعمل انترفيو ولا كوتشنير. ثلاث حاجات دول تمام، قرروا معايا طبيعه الانفستيجيشن، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن التوزيع الجغرافي، والتايب اوف ستادي. قال لك اول حاجه النيتشر اوف انفستيجيشن، والله لو حاجات ممكن يكون ريليكتنت، ريليكتنت دي يعني متردد، كوتشنير مي بي بيتر تشويس، هعمل له كوتشنير لو هو ريليكتنت. تمام في حاجات مثلا هو مش عاوز يجاوبها، فريليكتنت دي يعني ممانع. تمام هو مش عاوز، مش فاحسن حاجه بدي له كوتشنير هو يجاوب مع نفسه بقى. تمام وخصوصا بقى لو في حاجه اسمها دراج يوز، يعني بيستخدم دواء معين، خصوصا لو حاسده سيكشواليتي اندوليجنس. تمام في الكريمنال اكت، في مثلا كريمنال اكتيفيتيز، بيرسونال فاينانس، مشاكل ماليه، خلاص يجاوب عليها عشان ما احرجوش وهو بيتكلم. تمام تمام اما لو سنسيتيف ايشوز، لو في ايشوز فدي بحصل عليها بالانترفيو. اسكنها ازاي؟ ايشو انترفيو، سنس ايشو انترفيو. اما لو في حاجه سيكشوال او حاجه دراج، سيكشوال او دراج، يبقى كوتشنير. فاذا كده كد قدس. تمام دي بالنسبه لو هي كوتشنير، والدي دي اللي هي دراج، والاس دي لو هي سيكشوال تبقى تجمعها في كلمه قدس. تمام اما الايشو اي بتاعت ايشو مع الانترفيو. اتمنى الاسكان تكون واضحه باذن الله. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، لو انا الناس كان بيقول لك اعملوا الكوتشنير على قد ايه، على قد طلب الطب، عشان ما تقول لهمش ده انا ما لقيتش طلبه ومش عارف ايه، لا طلب الطب. فلو هي في مكان محدد خلاص حلو، يبقى انا ممكن اعمل كوتشنير. اما لو في اماكن بعيده، في اماكن بعيده لا، انترفيو بقى نجيب الناس ومش عارف ايه. طبعا انا هجيب ناس ومش عارف ايه، ده هيخلي عيب من عيوب الانترفيو ان هو مكلف، لانك جبت ناس من اماكنهم مش عارف ايه، وبيستهلك وقت وبرضه ومش عارف ايه. فده برضه خلي في دماغك وربط معايا الدنيا. نقرا كده مع بعض. جيوغرافيكال ديستريبيوشن، لو هما سكاترد اوفر اوايد، يعني هو في مكان كبير، لا يبقى لو هما ريسبوندد ار سكاترد اوفر اوايد جيوغرافيكال اريا، متوزعين في كذا مكان، يبقى كوتشنير از ا بيتر از بيتر از انترفيوينج وود بي اكستريملي اكسبنسيف، هجيبهم من كذا مكان يبقى ده كده غالي. تمام تمام استخدم هنا الكوتشنير. يا رب تكونش فهمت كلامي غلط، يعني الكوتشنير افضل، عشان بقول لك هجيبهم من اماكن بعيد، يبقى الانترفيو كده غالي ومش هو الافضل، يبقى الافضل الكوتشنير. تمام تمام. قال لك التايب بتاع الاستادي بوبوليشن، تايب اوف استادي بوبوليشن، لو هما متعلمين ريتريت، يعني هما متعلمين، الريتريت دي يعني جاهل، الريتريت يعني متعلم، اما الريتريت دي جاهل، اي ال دي بتاعت النفي. تمام عشان بس الدنيا، الريتريت هي اللي متعلم، وايه الريتريت دي النفي. تمام تمام. لو هو جاهل خلاص مش عارف يقرا الاسئله، يبقى اكيد نعمل له انترفيو مش هنديله كوتشنير. تمام تمام. هو ده اللي عايز اقوله كده. او ممكن يكون مثلا كبير في السن، مش ممكن عنده مشاكل في القراءه مش عارف ايه، او هانديكاب، ده هانديكاب دي يعني معاق. تمام طبعا نحب ننبه ان لو هو قاعد في حته كبيره، يعني متوزعين في مناطق كتير، يبقى نعمل كوتشنير. تمام عشان نعمل انترفيو. قال لك انواع الاسئله، انواع الاسئله في اوبن اندد كويشن. اوبن اندد كويشن يعني اقول له مثلا عمرك كام، اهو هو حاطط لك مثال اهو، عمرك كام، وانت لا تحط الرقم. تمام اما الكلوز دي انت كويشن،
فلوس دي انت تويتش، انا اقول له انت عمرك كام، انت عمرك كام، وبديله اختيارات عشان يعمل تك عليها. تمام، الامثله دي بتوضح الكلام احسن ما تقعد تقرا وتحس ان الدنيا ايه مش لطيفه. يبقى تاني كده open ended question writes down the answers in his word، صاحب السؤال هو اللي بيكتبها بكلامه هو. اما هنا ال close ended question takes the category، يعني بيعلم على فئة من اللي انت مديها له دي، طبعا باينة في الصورة يعني. تمام، يبقى في حالات الانترفيو. تمام كده احنا عرفنا ال open ended question و close ended question. نتكلم كده على حاجات في ال open ended question. قالك في ال open ended question لو انت عامل انترفيو schedule حاطط structured ليه يعني، يبقى لازم يجاوبها في ملخص او بصوره حرفيه، يعني تقول له عمرك كام، ومش هنقعد نرغي مع بعض بقى، لا انت تقوم قايلها كده بطريقه سريعه. ليه؟ لان ده ستراكشر الانترفيو لوقت ومش عارف ايه. تمام، نخش من بعدها كلوز اند كويتشن. قلنا خلاص بتعمل تك على العلامه، خلاص واضحه. ماشي، ديسايدنج ويزر تو يوز، بيقول لك طب انت استخدم دي او دي. قال لك معتمده على البلين اوف اناليسيس، على حسب الخطه اللي انا عاملها، والديسبلاينج اوف اوبتيند داتا، والداتا اللي انا هعرضها ومش عارف ايه، على حسب اساسها بختار انا عامل انترفيو ولا كوتشنير ولا عامل اوبسرفيشن يعني. تعالى بما نشوف كده مميزات الاوبن اندد كويتشن. الاوبن اندد كويتشن هو انا سايبه يتكلم، يبقى بروفايد ان ديبس انفورميشن، ممكن يجيب من اعماقه ويديني اجابات كويسه. اما هنا اجابات سطحيه بقى، انت عندك كام سنه ومش عارف ايه، الاختيارات تعمل تيك كده على طول بقى، مفيش عمق بقى، مفيش تقعد تحكي لي. يقول لك مثلا انت مارشال ستيس بتاعتك ايه، من غير برضه ما تقعد تحكي لي قصه حياتك بقى. يبقى دي الاوبن، يبقى الكلوزد اندد كويتشن ان هي ريدي ميد كاتيجوريز، الاجابات جاهزه ريدي ميد. وزن انشورنج ذات ذا انفورميشن نيدد از اوبتين، يعني الحاجات انا كده بتاكد ان الحاجات اللي انا حاططها دي هحصل عليها. انت يعني عمرك كذا يا كذا يا كذا، يبقى انا الاجابات هتبقى يا كذا يا كذا يا كذا. تمام، يبقى دي مميزات الكلوزد اندد كويتشن. طب عيبها بقى ان مفيش عمق بقى. تمام، يبقى لاك ديبس اند فيرتي. امال التانية كان مميزاتها ان فيها عمق. عرفت انا ليه بنط؟ عشان تبقى حاطط الدنيا في دماغك كده، نجمعهم بقى كده مع بعض عشان انت ممكن تكون توت مني. الاوبن والكلوزد دي مميزاتها ان فيها عمق، الاوبن دي فيها ديبس، الاوبن دي فيها ديبس، بحفظها بسكيمة دو ديبس مع الاوبن. اما الكلوزد لاك، مفيهاش الكلام ده، مفيهاش الديبس. تمام، امال ايه؟ ببقى معايا ريدي ميد كويتشن، ريدي ميد كويتش، اسئله حاططها دبل على الاصل. تمام، احفظها كده بدو ان الدبس بيبقى موجود في الاوبن، الدبس بيبقى موجود في الاوبن. تمام، طب ايه معيب بقى الاوبن اندد كويتشن؟ عيب الاوبن اندد كويتشن في معلومات ممكن افقدها، لان هو بيتكلم بحريه، مش هيقول لك مثلا ده انا عمري بتروح من كذا وكذا، ممكن في معلومات تضيع يعني. تمام، constructing a data collection instrument في quantitative research. ازاي بقى بعمل data collection instrument؟ الاداة بقى طبعا اول حاجة، يعني حاجات بالبديهيات كده، اول حاجة انا لازم ابقى عارف انا هبحث عن ايه، والاسئلة اللي انا يبقى المواضيع اللي انا هبحث عنها والاسئلة اللي انا هحطها. طالما انا قلت كلمة اسئلة، يبقى انا لازم الاسئلة دي تكون مرتبطة بالمواضيع اللي انا هبحث عنها، وممكن احط فرضية hypothesis. تمام، بعد كده بعد ما حطيت فرضية احاول اجاوب عنها واثبت صحتها او خطأها، لو انت فاكر يعني كنا خدناها في الشابتر التاني. طب حطيت الحاجة دي بقى، عملت الكلام، فكر عملت بلين ومش عارف ايه، ابدأ اعمل بقى فورميوليت للريسيرش اللي انا هتكلم، بعمل صياغة بقى، صياغة، انا حطيت المواضيع وجهزت ومش عارف ايه، ابدأ اعمل صياغة بقى. وبعد كده بعد ما اعمل صياغة للاسئلة اللي انا هسألها، اعمل صياغة وريفاين بقى، يعني بنقيها بقى، تنقيها بقى، فاسئله هقدر اسال عنها ومش عارف ايه، واعمل دبل تشيك واسال وانا فعلا هسال الاسئله دي ولا ومجهز ومعايا الداتا ومش عارف ايه. وكمان بقى ريفاين، ليه؟ في اسئله مثلا ممكن ما تكونش واضحه للناس، فلازم استخدم اسئله واضحه. حتى يقول لك اهو نوت يوز امبيجوس كويتشن، ما تستخدمش امبيجوس، دي يعني غامضه. يقول لك ما تستخدمش اسئله غامضه، دي غلط. تمام، فلازم استخدم اسئله واضحه وتحمل معنى واحد، ما تروحش لكذا معنى، ما تستخدمش ليدنج كويتشن. هو يعني ايه ليدنج كويتشن؟ قال لك الليدنج كويتشن ده ممكن يخلي المتلقي يجاوب في اتجاه واحد بس، لا انا عاوز الاجابه تبقى مثلا ايه، يجاوب في اكثر من اتجاه بس مش شايف، عشان برضو ما تتلخبطش. بص انا ليدنج كويتشن هيخليك تجاوب في اتجاه واحد. تمام، امال انا عاوزك تعمل ايه؟ انا عاوزك تجاوب في اكتر من اتجاه بس تفهم السؤال صح،
سؤال واضح قدامك وانت تجاوبه في اكتر من اتجاه، تمام؟ ما ده اللي عايز اقوله لك هنا عشان ما تتلخبطش. يبقى ما استخدمش ambiguous question ولا استخدم leading question. leading question ده بيتجه في اكتر في اتجاه واحد بس، لان عايزك تتكلم في اكتر من حاجه عشان البحث يبقى شامل والكلام من ده. البيري تيستنج از ريسيرش انسترومنت. انا خلصت حاجتي وجهزت خطواتي، اعمل تيست بقى كده، اعمل تشيك عليه. Whatever an interview schedule or questionnaire, it's important you test. أهم حاجة إنك تعمل تيست للي أنت هتعمله ده. ده بيعرفك أنت هتستخدمه على أي جروب من البيبل و الدنيا يعني، وبيعرفك تحدد المشكلات اللي ممكن المتلقي يعني. مثلا أنا مثلا هعمل عن طلب الطب، ولا أنا هعمل في مصر كلها؟ طب الناس دي اللي أنا هبحث عنها دي بعيدة، فاستخدم كوتشنير ولا إيه؟ فلازم أجهز أنا هعمل إيه. تمام. نخش كده مع بعض بقى على الكونستراكتنج اديشنال سكيل. بص بقى، ده اللايكرت سكيل ده بالعقل، بص العقل برضه. تمام. اول حاجه انا بعمل كونستراكت ستيتمنت ذات ار ريفليكتيف اوف ذا اتيتيودز توردز. يعني ايه بقى؟ بحط اسئله وجمل تعكس اللي انا هتكلم عليه اصلا. تمام. يعني انا هتكلم مثلا على فيروس كورونا، ابدا بقى اتكلم على اللقاح ومش عارف، وجمل بتتكلم عن الحكايه اللي هو فعال ومش عارف ايه، يبقى جمل تعكس انا هتكلم عن ايه. وبعد كده اشوف الادوات اللي انا هجمعها دي جاهز حلوه يعني ولا ايه الدنيا، عن طريق ايه؟ بجربها على مجموعه قليل، وبعد كده اعمل ايه؟ ابدا احط المجموعه القليله دي احطها على هيئه ارقام عشان تكون الموضوع مش حاسس انه رخم عليك. فاكر لما قلنا مثلا ان هعمل بحث كوتشنير هو فايرال ولا لا؟ كنا بنحط في ناس بتقول فايرال وفي ناس بتقول لا مش فايرال. فهنقبل بقى دلوقتي الاجابات دي على شكل واحد او اتنين. تمام. وابدا اجمعها على هيئه داتا. لو انت كنت اكيد انت كنت عاملين كوتشنير يعني والاستبيان ده، هو ده الخطوات بقى. analyze the response by assume، بتحط قيم بعد كده بتجمعهم، بتجمع السكور اللي هم عملوه ده المجموع، بعد كده بتقارن السكور ده اهو كام واحد مثلا معتقد ان هو فيروس، كام واحد خد اللقاح مش عارف ايه. بعد كده لو في حاجه في غلطه مثلا في الاجابات، يعني المفروض واحد او اتنين، واحد حاطط لك الاجابه ثلاثه مثلا، واحد غلط وهو بيجمع الداتا، فابدا اشيل بقى الداتا الغلط دي. يا رب تكون الفكره في دماغك. طبعا بتفتكرها بالاستبيان اللي احنا عملناه. المين انسترومنت للريكوردنج اوبزرفيشن اتكلمنا قلنا كلمه كو كوتشنير اوبزرفيشن و انترفيو. برينتد فورم، البرينتد فورم دي اتفقنا مع بعض ان هي الاوبزرفيشن جايد. السؤال ده الصراحه مش عارفه، ممكن يعني تبقوا جاوبوه في الاختيارات او تنزلوه على جروب على في الكومنتات او تنزلوه على جروب الدفعه والكلام من ده. تمام. كوتشنير يوز ذا انسترومنت فور ايه؟ is used an instrument for well tape record is an instrument for a questionnaire دي كانت بتستخدم في الستراكشرد. اما التاب ريكورد is an instrument for observation both true and false. to apply observation as an approach to data collection a researcher should have a checklist including these items to be observed. الحاجات اللي هو هيلاحظها الصراحة مش متأكد بس حاسس ان هي true، لو حد معاه الاجابات واثق منها يقولها لنا. ان observations observation obtained should be recorded immediately. طبعا لازم تجمعها تسجلها عشان ما تنساهاش يعني. تمام. بس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو يكون فادك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.